في الوقت اللي النجمة الكبيرة أنغام عاملة نجاحات كتيرة جدا في حفلاتها سواء جوه مصر أو بره مصر، وبرنامجها اللي بيتذاع على قناة دي ام سي كمان، اتفاجئ جمهور أنغام بإنها تعرضت لتدهور في حالتها الصحية ودخلت المستشفى وعملت كذا عملية جراحية كمان. تعالوا نعرف بالظبط ايه اللي حصل. النجمة الكبيرة أنغام اتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وده حصل بعد ما أعلنت بنفسها إنها اتعرضت لأزمة صحية خطيرة جدا، وبسببها فورا تم نقلها للمستشفى عشان يعرفوا بالظبط ايه اللي حصل، وده اتنشر على صفحتها في بيان من إدارة أعمالها اتقال فيه إنها حاليا محجوزة في المستشفى تحت الرعاية الطبية، وبسبب اللي حصل ده هي مش هتقدر توفي كل التزاماتها الفنية تجاه الجمهور. وفي نهاية البيان اتفاجئ الجمهور بأنها بتعتذر عن تأجيل كل حفلاتها اللي كانت المفروض هتقدمها في الأيام والأسابيع المقبلة، وده لحد ما حالتها الصحية تستقر. وفي الآخر طلب البيان من الجمهور إنه يدعي لأنغام بالشفاء. البيان ده عمل رعب كبير جدا لكل معجبين أنغام في الوطن العربي، وخلاهم يسألوا هو إيه اللي حصل لكل ده. أما عن المرض اللي صاب أنغام، فهي تعرضت لمرض اسمه تمدد الأمعاء، واللي المفروض إن دكاترة يحطوا تشخيص جديد ليها بعد التطور الأخيرة في حالتها. لكن المعلومة اللي كانت مفاجأة للكل هي إن أنغام الأسبوع اللي فات عملت عملية استئصال للرحم، وده حصل بعد ما حست أنغام بتعب جامد جدا خلاها تتنقل فورا للمستشفى، وبسبب العملية دي حصلت مضاعفات نتج عنها البيان اللي أعلنته إدارة أعمالها الأيام اللي فاتت إن أنغام كان المفروض عندها حفلة في الكويت مع الفنان نبيل شعيل يوم 25 نوفمبر، ولكن طبعا بسبب مرضها ما قدرتش إنها تسافر رغم محاولاتها الكتيرة. وده مع الأسف مش العملية الوحيدة اللي تعملها أنغام السنة دي، كمان في مايو 22 نشرت راندا مديرة أعمال أنغام صورة ليها بتتمنى فيها إنها تقوم بالسلامة، وده بسبب إنها اتعرضت لجراحة دقيقة جدا في كتفها بسبب إحساسها بالألم كان شديد جدا في أوتار الكتف. وموضوع مرض أنغام مش حاجة وليدة اللحظة، لكنها كانت بتحس بألام شديدة من زمان وكانت بتتحامل على نفسها لحد ما وصلت لمرحلة ما بقتش قادرة فيها إنها تمارس حياتها بشكل طبيعي. والموضوع اتكرر برضو لما عملت أنغام عملية في رسخ اليد بسبب معاناتها مع الألام في أوتار اليد، وبعدها خضعت أنغام لمرحلة العلاج الطبيعي. وبعد ما جمهورها عرف المرض ده سأل عنه كتير، هو إيه مرض شلل الأمعاء؟ ببساطة شلل الأمعاء هو انسداد بيمنع أي أكل إنه يمر خلال الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة اللي هو القولون، وللأسف ده لو ما تعالجش الأجزاء المسدودة من الأمعاء ممكن تموت، وده اللي بيعمل مشاكل خطيرة جدا للمريض. أنغام في الفترة الأخيرة كانت مشغولة في برنامجها اللي بيحمل اسمها وبتعرض على قناة دي ام سي، واللي كان فيه أنغام بتستضيف نجوم الغناء من كل الوطن العربي علشان الجمهور يستمتع بأجمل ساعتين في الأسبوع من الطرب الجميل. كلنا بنتمنى من قلوبنا السلامة والشفاء السريع للفنانة المصرية أنغام، ومنتظرينها ترجع مرة تانية لجمهورها بألبوماتها وحفلاتها تكسر الدنيا.